طبيعي جدا زي كل حاجة في الدنيا اتطورت إن الحرامية كمان يتطوروا. الحرامي التقليدي اللي بيطلع على المواسير ويهجم على شقة بقى فكرة قديم ومخاطرة مش مطلوبة. أهو الحرامي دلوقتي بقى ممكن يعمل ملايين وهو قاعد قدام شاشة كمبيوتر أو موبايل من سرقة الحسابات واختراق الشفرات والأكواد. مصطلح الهاكرز بقى بيهدد دول وشركات كبرى ممكن تتعرض لسرقات وهجمات إلكترونية. حتى الجيوش الحديثة بقى عندها سلاح افتراضي ما فيهوش ذخيرة ولا رصاصة واحدة، اسمه الأمن السيبراني. الهاكرز بقوا رعب بيطارد كل مستخدمي الإنترنت بصفة عامة ومستخدمي السوشيال ميديا بصفة خاصة. إزاي أقدر أخش أسرق حساب حد؟ بنبعت لينك للضحية مثلا، زي بنقول إحنا الضحية، بس لازم عشان أبعت لينك أبقى عارف طريقة تفكيره بيفكر في إيه بالظبط، إن أنا مثلا عارف اهتماماته إيه، اهتماماته مثلا عن كورة، عن السوشيال ميديا، عن ملابس، عن حاجه بالظبط عشان اقدر ابعتها له عليها. مجرد ما بيفتحها بيبتدي ان هو يقفل الفيسبوك عنده او الانستجرام عنده او التويتر او جوجل، اي اكونت سوشيال ميديا، بيبتدي ان هو يفتح صفحه اكنك بتسجل دخول من اول وجديد. لما بتسجل دخول من اول وجديد وبنكتب الايميل والباسورد بيبتدي ان هو يظهر عندي ويفتح عند الضحيه عادي اكن ما فيش اي حاجه، ويظهر الصوره اللي احنا باعتينها له. لكن بعد كده بيبتدي ان احنا نغير الرقم التليفون والايميل، وبنبتدي ان احنا نأمنه ويقفل من عند الضحيه. قال المواطن العادي لو دخل اسم شرطه سلام عليكم انا ايميلي اتسرق او صفحتي على الفيسبوك اتسرق، هل هيتم الانتباه لشكوى زي دي ولا لا، ولا بيروح بقى للادارات المختصه وتحتها؟ هو اولا طبعا لدينا الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات اللي تتبعها إدارة ما يطلق عليه مباحث المعلومات، يعني ده الاسم الشائع للإدارة دي. لو حضرتك رحت مباحث المعلومات يعني هتحس إن أنت رايح يعني إيه مكان بيوزع حاجة ببلاش من كتر الازدحام اليومي. أصبح النهاردة عشرات البلاغات بتقدم داخل الإدارة، عليها مكتب في العباسية بيتلقى الشكاوى، وده مكتب متخصص لجرائم المعلومات، البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي والاحتيال والابتزاز وحدث ولا حرج، كل انواع الجرائم على الارض متاحه الكترونيا. وزاره الداخليه والله مشكوره انشات اداره اسمها اداره تكنولوجيا المعلومات، وحددت خط ساخن ممكن يبلغ عن طريقه، وحددت اماكن للابلاغ عن مثل هذه الجرائم، لان هم دول المتخصصين، لان حضرتك عارف ان الجرائم دي اضافه للدرايه القانونيه التي يجب ان يتحلى بها مامور الضبط القضائي او ضابط الشرطه اللي هيشتغل فيها، لابد ان يكون عنده درايه فنيه بالحاسب الالي وطريقه التعامل معاه وطريقه تجميع المعلومه واسترجاعها وحفظها ونقلها وتعديلها، كل ده متطلب درايه فنيه. وبالتالي في وزاره الداخليه كانت متقدمه جدا برضه ومتطوره جدا في هذا الشان، وانشات هذه الاداره، والاداره دي لها فرع في كل محافظات مصر. خلينا ادي لحضرتك مثال انه في بعض المجرمين يقدروا يسرقوا دلوقتي من على الانترنت اكتر من اللي بيسرقوه بالسلاح في ارض الواقع. يعني لما حضرتك تسمع عن مجموعه مثلا من الهاكرز سرقوا 45 مليون دولار من بنكين، مش عايز اسمي البنكين يعني، لكن اتسرقوا في 10 ايام 45 مليون دولار. قول لي حضرتك لو في ناس معاها سلاح في الشارع تقدر تسرق 45 مليون دولار من بنك؟ مستحيل، ما حدش اصلا ماشي بالمبلغ ده في الشارع يعني. فالفكره كل ما انت بتتحول الى التكنولوجيا كل ما المخاطر بتاعه التكنولوجيا بتزيد لو انت مش حاسب الريسك صح. ما كانش القانون يعرف حاجه اسمها سرقه حساب او اختراقه، ما فيش عقاب ليها. كان هنا المشرع برضه لازم يتطور ولازم يدخل بعض العقوبات الخاصه بسرقه واختراق الحسابات عن طريق قانون 2175 لسنه 2018 اللي اصبحت عقوبته الحبس مده لا تقل عن سنتين. هي العقوبة ممكن توصل من سنة لسنتين كجنحة، طبعاً ده غير الغرامة. الدافع وراء اقتحام الحسابات أو الاستيلاء على الحسابات الأخرى في الأغلب بيكون هدف مادي أو هدف تشهيري. الهدف المادي إن أنا حقيقة أنا باخد الحساب أو اللي بيخش يستولي على الحساب بيخش يستولي على الحساب ويبقى عارف الشخص اللي هو استولى على الحساب بتاعه، وبعدين يبتدي يبعت يساومه إن أنا عايز أرجع لك، أنت عشان ترجع الحساب دوت أنا محتاج منك كذا. إزاي أقدر أأمن حسابي من السرقة؟ بنبتدي بالنسبة مثلا للفيسبوك بنبتدي إن إحنا بنعمل حاجة اسمها يوز تو فاكتوري. يوز تو فاكتوري ده انا لو معايا الايميل والباسورد بتاع الضحيه بالطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها، ان انا ببعت لينك وبعد كده بيظهر عندي الايميل والباسورد، بيبتدي ان انا مجرد ما بدخله بيروح جاي يقول لي خلاص مش هينفع ان انا افتح الفيسبوك بتاعه بدون الشريحه بتاعته برقم التليفون بتاعه. الكلام ده برده بيمشي على الانستجرام نفس الفكره، وبيمشي على الواتساب، بس الواتساب بنبتدي ان احنا بنعمل له حاجه اسمها تو فاكتوري اللي هو 6 ارقام، بس بنتخطى الموضوع اللي احنا نبعت على الميل، عشان خاطر ممكن الميل ده يخترق في اي وقت. يعني انا راجل عندي فيسبوك وفي محاولات سرقه ليه او انستجرام، ايه اللي ممكن ان انا احتفظ بتامين هذه الصفحه؟ دايما يا ريت نربط كل حساباتنا ببريد الكتروني ورقم تليفون بنستخدمه. احد اكبر المشاكل ان الناس عملت حساب على الفيسبوك والبريد الالكتروني اتعمل مثلا من 4 سنين، فهو ما بيدخلش على البريد الالكتروني، فبناء عليه لو حسابه اتسرق او حد كان بيحاول يسرقه مش هيعرف يعمل له ريكفري، انه مش قادر يوصل للبريد الالكتروني او رقم تليفون. الضغط على الروابط، خلاص اعتقد ابسط الناس ثقافه النهارده بقى فاهم ان الضغط على الروابط دي ربما يؤدي الى اختراق التليفون، او ربما يؤدي لسرقه حساب، اللي هي بنسميها الفيشنج اتاكس او هجمات الاصطياد الالكتروني، اللي هو هتضغط على رابط يوديك على صفحه شبه فيسبوك، هتكتب اليوزر نيم والباسورد فحسابك يتسرق، او شبه حسابك في البنك، اوكي، او شبه حسابك في اي مؤسسه، فبالتبعيه البنك الحساب ممكن يتسرق. لو اتسرق حسابي على الفيسبوك او انستجرام ارجعه ازاي؟ هل لازم الجا لحد زيك اقول له الحقني، ولا في طرق معينه دلوقتي بقت مبسطه ان انا استرد بيها حساباتي؟ هو اول حاجه احنا بنعمل ريبورت للشركه ان الفيسبوك بتاعنا اتهكر، ده اول حاجه نعملها، وبنخلي اصدقائنا اللي هي كانت معانا على الصفحه بتعمل لنا ريبورت، على الاقل ان هو يقفل الصفحه دي ما يقدرش يعمل بيها حاجه. ده كده مبدئيا. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل لها جلسه اللي احنا نرد الباسورد تاني. بس في حالات ما بينفعش فيها الكلام ده. الحالات دي اللي هي ايه؟ لو هو الهاكر كان اسرع من الضحيه ذات نفسها، ان هو يغير الايميل ويغير الباسورد ويغير رقم التليفون. في الحاله دي بيبقى شبه مستحيل. بصدور قانون رقم 175 لسنه 2018 اصبح في عقاب على سرقه الحساب. طبعا وزاره الداخليه في قسم خاص بجرائم مكافحه الحاسب الالي ده في العباسيه، وممكن الشكاوى التامه عن طريق موقعهم او عن طريق الاتصال التليفوني بيهم لحجز ميعاد. هنا في فنيين وفي ضباط متخصصين فنيين لفحص الشكوى بتاعت حضرتك وبيان مدى مصداقيتها، واذا كان في فعلا سرقه تمت للحساب. الفهلوه في استخدام تطبيقات اللي هي بنسميها كراكد او اللي هي مقرصنه، ده مش شطاره خالص، ده على العكس. النهارده خلاص احنا وصلنا بقى لمرحله من النضج في التعامل مع التكنولوجيا، ان استخدام هذه التطبيقات المقرصنه انا المفروض ابقى عارف ومدرك ومتاكد ان ده عباره عن اداه اختراق لجهازي. بس زمان كان جهازي هيخترق يتاخد مني شويه صور وشويه تفاصيل شخصيه، النهارده ربما حسابات بنكيه، النهارده ربما محفظه الكترونيه، ربما ان حد ينتحل شخصيتي من تليفوني، يخش يستخدم خدمه حكوميه لتعديل عنواني في موقع خاص بالحكومه الالكترونيه او ما شابه. يعني اول حاجه اللي احنا بنقلق منها لما بتيجي تحمل ابلكيشن، مثلا انت حضرتك دلوقتي قاعد على السوشيال ميديا، قاعد على الفيسبوك، بيظهر لك ابلكيشن حمل اللعبه دي، حمل التطبيق ده، حمل مثلا اللي هي الحاجات اللي هي مثلا ايه، شوف سنك كمان كام سنه، يعني مثلا شوف شكلك كمان مثلا 20 سنه 30 سنه، الحاجات دي كلها مفيش شركه او مبرمجين بيعملوا الحاجات دي فور فن. الحاجات دي كلها بتتعمل لهدف معين، مفيش شركه بتجيب مهندسين وبتجيب مبرمجين عشان حاجات انت بالنسبه لحضرتك فور فن، اللي انت عايز تشوف شكلك بس مش اكتر. لكن هم بالنسبه لهم بيبقى ليهم هدف. لما حضرتك بتيجي تاكتف اي ابلكيشن او بتيجي تنزل اي ابلكيشن بتديك برميشن، حضرتك بتوافق عليهم. فطبعا الطبيعي بتاع الشعب المصري كله ان هو بيروح جاي يعمل قلاو 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 او سماح 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 من غير ما بيقرا هو بيعمل قلاو على ايه. فبيدي برميشن للتطبيق ده ان هو يخش على كل الحاجات اللي في الجهاز عنده، المايك، الكاميرا، الصور، كل حاجه، الكونتاكت، سجل المكالمات، كل حاجه. فلما احنا بنديله السماح لكل ده بيبتدي خلاص ان هو كده مش محتاج ان هو يبعت لحضرتك حاجه او يبعت، خلاص ما هو كل حاجه ظهرت عنده. احنا في سباق مع اللي بيحاولوا يخترقوا الحسابات او الهاكرز اللي بيحاولوا يستولوا على حساباتنا او على المعلومات الخاصه بينا، والسباق الاخر بحمايه هذه البيانات وهذه المعلومات. فهنفضل طول ما احنا ماشيين في جديد في الموضوع ده.